أولى ليالي النجوم التي يحتضنها فضاء باب المريصة بسلع، كان الجمهور على موعد مع حد متميز أحياه نجم فن الراية الشاب مامي للمرة الأولى بمدينة سلع، حيث أضفى بصمة خاصة على المهرجان والذي ينظم تخليدا للذكرى الخمسينية لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ليالي النجوم تعبر بها ساكنة سلا عن مدى تعلقها بالعرش العلوي وعن فرحتها بعيد الشباب السعيد. ليالي النجوم عرفت تنظيم فعاليات لتمرض بفضاء حصين، عرف إقبالا منقطع النظير لا من قبل فرسان المنطقة ولا من قبل الساكنين. كذلك ليالي النجوم تعرف جانبا فنيا، حيث سينشطها فنانون مرموقون على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الوطني، وقد راعينا أن تكون باقة العروض الفنية المقدمة متنوعة تستجيب لمختلف التطلعات الفنية لساكنة المدينة والوافدين عليها من عمالنا بالمهجر أو لقضاء عطلة الصيف. وعرفت هذه الأمسية الفنية تقديم عرض للفنان أحمد الله رويشة، بالإضافة إلى فقرات فكاهية للفنان خالد جواش. مناسبة الذكرى الغالية ديال عيد الشباب كتزامن مع الذكرى الخمسينية، الذكرى الذهبية لميلاد صاحب الجلالة نصره الله، تنظم الجماعة الحضرية بشراكة مع العمالة. هاد هو ماشي مهرجان، هو أكثر من مهرجان، لأنه احتفال بهذه الذكرى الغالية وسميناه ليالي النجوم، اللي فيه الشاب مامي، فيه حمد الله رويشة، واليوم الأول والنهار الثاني إن شاء الله غيكون ناس الغيوان وحميد القصري، ويوم الثالث غنختموا به إن شاء الله المشاهب والزاز وصنهاجي، وكذلك من مدينة سلا إخوان السفياني شعبي وأندلسي، وغنختموا إن شاء الله بالشهوب الصطناعية اللي هي غتكون الاختتام ديال هذا الحفل. وبالإضافة إلى هذا غننظموا واحد معرض لصور جلالة الملك اللي شرف بها مدينة سلا على مدار هذه السنوات، غيكون في مارينا. ليالي النجوم المنظمة من 22 إلى 24 من شهر أغسطس تسعى إلى تمكين ساكنة مدينة سلا من الاستمتاع بعروض فنية من أصناف وألوان مختلفة تلبي أذواق كل الأجيال.